السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everybody, how you doing? This is Ahmed Ali talking to you from Online English. Please, 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 if you have not subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, comment, or share. السلام عليكم, ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا في أحسن خير, في أحسن صحة. معكم أحمد علي talking to you from Online English. بكلمكم, أنا اسمي أحمد علي وبكلمكم من قناة Online English. تعالوا نبدأ النهاردة ونشوف معانا النهاردة session 11, session 11, vocabulary, كلمات, و level 0, level المبتدئ أو تحت المبتدئ. تعالوا نبدأ كده ونشوف أول كلمة معانا. اوكي, زي ما قلت في الانترودكشن كده يا جماعه, انه السيشن دي او السيريز دي على بعضها هم عباره عن 30 سيريز, عن 30 حلقه. فدي حلقه الكلمات تاسيس لليفل 0. طيب يلا نبدا كده ونشوف كده معانا, يلا بينا, يلا شباب معايا. جود 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 جود, ده is an adjective. جود يعني جيد, good يعني جيد. فبنقول good, repeat after me, repeat after me, after me يا شباب. repeat after me يعني قول ورايا, يعني قول ورايا. فلما اقول repeat after me يعني قول ورايا, لان ده مهم جدا عشان نحسن الاكسنت بتاعتكم ان شاء الله, عشان نحسن لكم الاكسنت بتاعتكم ان شاء الله. طيب good is the opposite of bad. تاني, good is the opposite of bad. واحدة واحدة كده, واحدة واحدة كده معايا. good good is the opposite of bad. يعني ايه؟ يعني الجيد, الحاجة الكويسة او كلمة كويس, عكس bad, عكس وحش, عكس جيد, عكس الشر. الخير هو عكس الشر, بس good هو مش الخير, هو good يعني جيد. The movie was good. كان الفيلم جيدا. اوكي. بصوا يا جماعه, عايز ارجع كده استنى. هتلاقوا المثال ده, المثال ده هتلاقوا منه كتير الساشن دي. opposite يعني عكس. يعني good عكس bad. good كلمة good عكسها ايه؟ bad. هو ده اللي انا عايز اقوله في الاكزامبل ده. ماشي؟ هو ده اللي انا عايز اقوله في الاكزامبل ده, بغض النظر عن الترجمه دي. الترجمه دي بس عشان يبقى ليكم as a reference, بس نسيب الترجمه دي دلوقتي وخليك في good is the opposite of bad. يعني كلمه good عكس bad. يلا نروح الكلمه اللي بعديها. bad, repeat after me, repeat after me يعني قول ورايا. اوكي, bad bad, ba-a-d, 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 bad. وbad ده adjective. السيشن كلها النهارده يا جماعه, سيشن النهارده ان شاء الله بتبقى كلها adjectives, يعني كلها صفات. اوكي, السيشن كلها بتاعت السيشن دي كلها صفات. اوكي, وطبعا احنا عارفين ان الصفه بتوصف, صفه بتوصف حاجه, صح؟ اوكي. bad is the opposite of good. bad is the opposite of good. يعني لو جينا قلنا كده انه كلمه bad, انا عايز اشرح لكم كلمه bad, تمام؟ انتوا عارفين كلمه good, اقول لك عكسها ايه؟ عكس كلمه good ايه؟ هتقول لي bad. طب وعكس كلمه bad؟ هتقول لي good. اوكي, يبقى نسيب الترجمه دي, مش ده اللي مقصود, ده بس الريفرنس ليكم. بس اللي انا عايز اقوله انه bad عكس ايه؟ عكس كلمه good. اوكي, the movie was bad, كان الفيلم سيئا. يعني bad, bad يعني وحش, bad يعني وحش. اوكي يلا شباب معايا. هاي 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 is an adjective, the adjective, دي صفة, والصفة من اسمها كده هي بتعمل ايه؟ بتوصف. بتوصف مين؟ بتوصف الاسم, بتوصف الشخص, بتوصف المبنى, بتوصف البني آدم, بتوصف اللون, بتوصف أي حاجة. هي اسمها صفة, فبتعمل ايه؟ بتوصف.
صح كده؟ بس ما بتوصفش الفعل، لا بتوصف الاسم، الصفة تصف الاسم بديهي كده، صح؟ يعني عايز اقول للراجل ده طويل، انا وصفته ان هو ايه؟ طويل. وصفت مين؟ وصفته هو. تمام؟ طيب ماشي. يبقى هاي عكس كلمة هاي ايه يا جماعة؟ السيشن النهاردة حلوة علشان يعني انا الحمد لله اجتهدت عشان اعمل لكم افضل حاجة، يعني علشان اديلكم المعلومة تبقى سهلة، تمام، في ابسط صورة. فعملت ايه؟ هاي عكس كلمة ايه؟ لو. يبقى احنا هنا عرفنا كلمتين مش كلمة واحدة، وعدنا الكلمة اللي جاية اللي هي ممكن تبقى كلمة لو. واحدة واحدة كده يا عم احمد ما تلخبطنيش. ماشي. هاي از ذا اوبوزيت اوف لو. اوف لو او لو. طيب هاي المرتفع عكس منخفض بديهي، صح كده ولا ايه؟ يبقى هاي دي عكس كلمة ايه؟ لو. دي عكس دي. طيب The building was so high. High يعني عالي مرتفع. طيب ماشي. عايز اقول لكم حاجة مهمة، انه ما بنقولش يعني high بنقولها على البيلدينجز، على المباني، ماشي، بس ما بنقولش على حد طويل نقول عليه he is so high، لا بنقول عليه he is tall. He or she is tall. T-A-L-L. واحدة واحدة كده ما تلخبطنيش يا عم أحمد. ماشي. بص يا سيدي، شايف الكلمة دي، كلمة هاي دي بنقولها على المباني، المباني الحاجات اللي زي كده، ماشي، دي مباني اهي، بنقول عليها ايه؟ لما تكون طويلة بنقول عليها هاي. طب عكس كلمة هاي ايه؟ ها؟ لو. طيب ماشي، حلو قوي. لما بيكون شخص طويل بقول عليه هاي؟ لا، بقول عليه tall. tall. T-A-L-L. T-A-L-L لو عايز تكتب الـ spelling بتاع الكلمة. تمام كده؟ واضحة؟ يلا نروح للي بعده. شايف فاكرين كلمة لو؟ فاكرين الكلمة دي؟ أهي. طيب ماشي أهي. كده أنا شرحت لك الكلمة أكتر من مرة، وعدتها لك أكتر من مرة. ليفل زيرو محتاج الإعادة. ليفل زيرو محتاج الإعادة. كل ما تعيد الفكرة وكل ما تعيد المعلومة، كل ما المعلومة تثبت في دماغ الطالب أكتر وأسهل. يلا شباب معايا. لو لو لو. ولو دي is an adjective، وقلنا إن الأدجكتيف يعني صفة، يعني بتصف الاسم، بتصف أيا كان نوع الاسم إيه. طيب عشان ما أطولش عليكم. The temperature. The temperature is low. The temperature. The temperature. Temperature is low، يعني درجة الحرارة منخفضة. low يعني منخفض، أو ماشي منخفض. the fence was low، يعني إيه؟ يعني السياج كان منخفض، ما كانش طويل، يعني كان إيه؟ منخفض. طبعا this is an elephant. an elephant. والadjective أو الكلمة بتاعتنا النهاردة هي big. big big. وbig is an adjective. we the man is big. big يعني تخين، يعني so the man is big، الرجل كبير. big يعني زي the elephant. the elephant is big. she has. وان شاء الله هعمل سيريس للجرامر باذن الله علشان نشرح الجرامر بشكل مبسط وبشكل سهل باذن الله. يبقى she has big blue eyes. she has big blue eyes يعني لديها عيون زرقاء كبيره. خلي بالكم يا جماعه انه الرجل كبير هنا، الرجل كبير هنا مش كبير في السن، لا هو الرجل هنا ضخم، big، تخين يعني. اوكي يلا. طيب small. small 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 دي is an adjective. small يعني صغير. اوكي small يعني صغير، وبتتنطق كده يا جماعه small small small. all 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 ماشي. وان دي صفه.
The box is small, يعني الصندوق صغير. The house is small. The house is small, يعني المنزل صغير. Heavy عكس هقول لك حالا. Heavy عشان بس ما توهكش. Heavy, heavy, heavy. The box is heavy. Heavy يعني تقيل. Heavy يعني ثقيل, تقيل يعني. The computer is heavy. The computer is heavy. Expensive. تاني شباب. Expensive. Expensive. طيب. Expensive يعني غالي. ف the computer is expensive. The computer is expensive. The computer is expensive يعني كمبيوتر غالي. Expensive عكس رخيص. Expensive عكس كلمة رخيص. طيب. Expensive is the opposite of expensive is the opposite of cheap. Old. Repeat after me. قول ورايا. Old. Old. Repeat after me. Old. Okay. We old acts new. New. New is the opposite. The opposite of new is old. عكس عكس الجديد هو القديم. New عكسها old. ودي بتتنطق in American English بتتنطق new not new. طيب. The computer is old. The computer. The computer. The computer is old. يعني الكمبيوتر قديم. Repeat after me. Cheap. Cheap. Cheap, cheap, cheap. فاهم حاجة؟ ها؟ فاهمين يا جماعة؟ cheap, cheap. يعني ده بيتنطق cheap, cheap, cheap. Okay? عشان يا جماعة احنا بننطق ما بننطقش حروف بننطق أصوات. طيب. زي ما قلنا انه الحلقة دي بإذن الله كلها adjectives كلها صفات. ماشي؟ cheap is the opposite of expensive. عكس رخيص غالي. Okay? The computer is cheap. The computer is cheap يعني الكمبيوتر رخيص. New. طيب شرحنا new صح كده؟ new. Repeat after me. بحذرك. Repeat after me. Repeat after me. I'm gonna find you. Repeat after me. قول ورايا يا جماعة علشان ده هيحسن إن شاء الله من النطق بتاعك. تسمع صح وتنطق صح. يبقى بنحسن الأكسنت واحدة واحدة. لأنه الأكسنت دي يا جماعة بتتحسن بالسمع. بتتحسن بالسمع وبالبراكتس إن أنت تنطق صح. ها؟ فالاثنين فده معناه ان انت لازم تقول وراي repeat after me. يبقى new. New is the opposite of old. New is the opposite of old. ولما بقول لك repeat after me بيبقى قصدي على الكلمة الأساسية. لو عايز تقول ده ورايا يبقى انت ممتاز كده. ماشي. New is the opposite of old يعني الجديد عكس القديم. The computer is new. The computer is new. يعني computer جديد. Beautiful. Repeat. Beautiful. Repeat after me. Beautiful. 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 Okay. Beautiful. وقلنا هنا ده بيتنطق ر ر زي حاجة كده ر. بيقولوا عليه لايت دي وبيقولوا عليه ماجيك تي وبيقولوا عليه حاجات كتير قوي. اوكي فاين مفيش مشكله المهم اعرف اقوله ده بيجي بالبراكتس بس anyways beautiful قلنا هنا ده ر ر علشان في between two vowels شايفين ال vowels دي ها وهو جاي في النص التي ده جاي في النص تمام يبقى بيتقال ر ساوند. Beautiful is the opposite of ugly. Beautiful جميل تمام.
عكس القبيح. يلا نروح للكلمة اللي بعديها. The girl sorry example. The girl is beautiful. يعني الفتاة جميلة. Clean. 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 خلي بالك الصورة هتساعدك إنك تفهم المعنى. Okay. يبقى clean. Clean. فاكر؟ فاكرين دي يا جماعة؟ Okay. يبقى دي كمان صفة. وي كلين يعني ينظف. The house is clean. The house is clean. يعني المنزل نظيف. Clean is the opposite of dirty. Clean is the opposite of dirty. يعني إيه؟ يعني النظيف عكس القذر، يعني حاجة القذرة يعني مش نظيفة يعني. Okay. Okay, ugly, ugly, ugly. Okay, وده بيتنطق مش يو. Ugly, ugly ده is an adjective. Ugly is an adjective. We ugly is the opposite of beautiful. يعني لما تكون حاجة مش حلوة عكس الحاجة الحلوة. أحمد is fat and ugly. يعني أحمد is fat يعني تخين و ugly كمان مش حلو. That's the end of today's video. Thanks so much for watching. This is Ahmed Ali talking to you from Online English. Please, if you have not subscribed or subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. Like, comment, or share. This will be beneficial for me to continue doing what I'm doing to continue supporting you with these videos. So, كان معكم أحمد علي من قناة Online English. لو لسه ما عملتوش subscription اشتركوا في القناة، يعني لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وده الدعم اللي انتوا بتقدموه لي علشان اقدر انا كمان اكمل ان شاء الله وافيدكم بالحاجات الفيديوهات البسيطة اللي بدعمكم بيها. شكرا ليكم. كان معكم أحمد علي من Online English، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.